شعبنا اليوم أعلن الحداد وعبر عن غضبه بمظاهرات لم تتوقف طوال الأيام الأربعة الأخيرة، واليوم جسد هذه المظاهرات بصرخته المدوية ضد التطبيع والخيانة التي قام بهما هذا الطاغية، وضد هذا الاتفاق الذي وقع عصر اليوم بين الخليفيين من جهة ومعهم حكام الإمارات، ولا أقول إماراتيين لأن الشعب الإماراتي والشعب البحريني بريئون جميعا من هذه الخيانة. هؤلاء الخونة وقعوا اتفاقية الاستسلام لمحتلي فلسطين، وأغضبوا الله ورسوله، وأغضبوا الأمة العربية والإسلامية، وأغضبوا شعبنا البحريني الذي هرع إلى الشوارع للتعبير عن ذلك الغضب. سيبقى هذا اليوم الخامس عشر من سبتمبر من عام 2020 وصمة عار في جبين هؤلاء الطغاة الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا بدين ولا بإنسانية ولا بأخوة لأهلهم في فلسطين ولا لمقدساتهم في المسجد الأقصى ومسجد القبة ولا لتاريخ الأنبياء الذي احتضنته فلسطين. لذلك نحن نقف هنا لنسجل للتاريخ أن البحرانيين لم يستسلموا ولم يرضخوا ولم يقبلوا بما ارتكبه الخليفيون من جرائم بحقهم كشعب وبحق أهل فلسطين وبحق الأمة وبحق الله وبحق رسوله.